السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها خلال هذه الحلقة إن شاء الله. طيب، نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يحفل سجل ميليشيا الحشد الشعبي في العراق بانتهاكات ترقى إلى جرائم تطهير عرقي ضد سكان المحافظات المنكوبة التي تمت استعادة السيطرة عليها قبل سنوات، وذلك بحسب منظمات حقوقية ومحلية ودولية. فقد اتهمت أطراف ناشطة ومنظمات حقوقية وهيئات دولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، اتهموا جميعا ميليشيا الحشد بارتكاب جرائم عدة على خلفية طائفية ضد المدنيين خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016. طبعا تنوعت هذه الانتهاكات ما بين التعذيب والإخفاء القسري وقتل المدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب مدن ومناطق قبل حرق ونسف الآلاف من المنازل والمحلات التجارية فيها. وصور هذه الجرائم والانتهاكات باتت تظهر مؤخرا كدليل شاخص على حجم ما اقترفته هذه الميليشيات، كما حصل في ناحية الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين بعد أن دمرت المنازل وسرقت ممتلكاتها. دعونا نشاهد. الثاني بمنطقة الصينية تابعة لقضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، بعد مرور سنوات على تحريرها من داعش الإرهابي وفاتون جماعة الحشك المحشي، هيش تركوا المنطقة في الصيغة هذه. بيوت العالم كلها فجروها. يعني هذا الحقد الطائفي بس ارد اعرف على شنو؟ يعني ماكو عراقي يسوي باخوه العراقي هيك، ماكو، مستحيل. منطقه باكملها ماسحيها كلها تفجير، بيوتها مفجريها. هذه على مد البصر كلها مفجريها. أقرب لكم إياها الصورة، شوفوا المنطقة كلها مسح، البيوت كلها مسح ماسحين. الله ينتقم من عندكم إن شاء الله ومن كل حقود طائفي. مستمرون مشاهدين الكرام مع نفس الموضوع وفي نفس المنطقة، حتى المساجد لم تسلم من التدمير والحرق على يد ميليشيات الحشد، إضافة إلى تدمير قرى بأكملها ومنع النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم بهدف تغيير التركيبة السكانية لتلك المدن. دعونا نشاهد صورة أخرى من ناحية الصينية جرى تداوله حديثا بعد سنوات على تفجير منازل سكان هذه الناحية دون أن تسمح الحكومة بعودة السكان أو تعويضهم. لنشاهد. هذه ناحية الصينية تابعة لقضاء بيجي، هي هاي النذالة مالتكم، هي طريقة الانتقام على بيوت الفقراء. هذا جامع يولو جامع، الله أكبر، جامع مفجرينه. منين ما تلتفت دمار وتفجير، منين ما تلتفت تفجير. كل حقدهم مطلعين بهالديره. يعني حتى داعش الارهابي ما سوى سوايتكم. منطقه باكملها ماسحيها مسح. الله كلمه يولو يجي يوم الحساب.
حوبة الفقراء هذه تطلع بيكم وعوائلكم إن شاء الله. نستعرض مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. فؤاد علي أحمد يقول: هذا ما فعله الاحتلال الإيراني الحقير وحشده العفن المقزز بالعراقيين. تشابه العدوان الصهيوني الإيراني على شعبنا في العراق وفلسطين وبرعاية أمريكية. دكتور زيد سليمان يقول: المساجد والبيوت وقبور القادة والضباط وشهداء القادسية في مقبرة تكريت فجروها، لعنهم الله وأخزاهم، حقد تجرع السم. أبو أحمد يقول: مثل ما عملوا الإسرائيليين بمدينة غزة، لا فرق بين الاثنين في حقدهم وكرههم للعرب. باسل العيسى يقول: الأيام دول وتدور الدوائر، والحمد لله على ذلك الابتلاء. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، مع هذا الملف، وننتقل إلى موضوع آخر. اشتعلت صور أو أشعلت صور ومقاطع فيديو متداولة غضب العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، مما وصفوه بفشل وزارة التربية في إدارة الملف التربوي. وبيّنت الصور استعراضا إعلاميا كما وصفه العراقيون لمدير تربية الرصافة، وهو يوبخ مدراء المدارس ويحملهم مسؤولية ما آلت إليه مدارسهم، دون أن يعترف هو بتقصير الوزارة وعدم رصدها التخصيصات لانتشال الواقع التعليمي مما هو فيه. دعونا نشاهد. هذا مال خميس؟ هذا شوفوا هذا مال خميس؟ والله خميس. عمي. أنا أقول لك شيء واحد. أنا راح أقول لك شيء. كيف زود أسمهم هسا أنا عرفتهم. أنتم مستر كلكم محالين إلى مو مدرسة أخي. الناس شنو ذنبوا؟ هذا مدرس يجي يرتاح. يجدع على هذا؟ والله الله ما يقبل. هاي دني شنو دني؟ دني هاي راح أكل الدهو عليه وشرب. هو هذا؟ روح شوف المدارس البقية. والله العظيم. عمي أنت أستاذ أرجوك رجاء. ما هو سجلني نكمل مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع. يبدو أن هذا المسؤول الذي شاهدنا استعراضاته الإعلامية قبل قليل غير قادر على زيارة المدارس الكرفانية التي تضم عشرات الآلاف من الأطفال، والتي تفتقر إلى البنية التحتية الصحيحة ولا تصلح لأن تكون بيئة مناسبة للتعليم لعدم أهليتها وتهالكها. وفرضت مشاهد وصور لمدارس كرفانية في محافظات عراقية مختلفة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد، فرضت نفسها على حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها مقطع مصور وثق حال الطلبة المزري في مدرسة أبناء العراق الكرفانية في محافظة ميسان. طبعا يبين المقطع المصور الذي جرى تداوله بشكل واسع حال الفصول الدراسية، قبل أن يؤكد الناشط محمد سامي أحد الذين تداولوا هذا المقطع في بداياته أن المدرس أو المعلم الذي قام بتصوير المقطع جرى إحالته لمجلس تحقيقي. لنشاهد. وزير التربية المحترم، هاي المدرسة بالعمارة، هاي بالعمارة، أنا أريد من عندك دقيقتين تغمض عينك وتتخيل أولادك بهاي المدرسة. دقيقتين تغمض عينك وتتخيل أولادك بهاي المدرسة. المدرسة عبارة عن كرفانات بالعمارة،
العمارة أغنى محافظة بالعالم، أغنى محافظة بالعالم اللي طايفة على بحر من نفط. هاي المدرسة كرفانات، شوف وضع الطلاب بيها، شلون اسم اسمها وشلون المنطقة اسم اسمها. اسمها مدرسة أبناء العراق حي الرحمة. ليش؟ ليش ذولا أولادنا وأطفالنا تاليهم بهيج مدارس؟ ليش؟ مستمرون مع هذا الموضوع. بالرغم من أن وزارة التربية أعلنت تراجعا في نسبة الاعتماد على المدارس الكرفانية في العراق، وأكدت دخول أكثر من 450 مدرسة جديدة إلى الخدمة خلال العام الحالي في ظل المخاطر الكبيرة طبعا المترتبة على مثل هذا النوع من المدارس، طبعا خطرها على أرواح الطلبة نتيجة البناء من مواد قابلة للاشتعال. دعونا نشاهد طلبة مدرسة أئمة البقيع وهم يشكون من تحول صفوف مدرستهم الكرفانية إلى مأوى للكلاب الضالة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عنهم. نشاهد. ملعب قدم مدرسة كرفان عبارة عن شلاب مكسرة ما يتكسر، داخلها كلها شلاب وبزازين وكهرباء يومية 24 ساعة وما في كتب. هاي المدرسة عبارة عن كرفان مخضرة والحمامات مع مصطفى كلش. هاي نستعرض الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد يقول: كل هذا بسبب القبول بحكم أحزاب الفشل والفساد وتنصيب الفاشلين والفاسدين والغلمان. محمد يقول: جدا طبيعية في بلد تحكمه قراصنة وقطاع طرق من أعلى الهرم بيهم إلى القاع. صلاح يقول: واقع التعليم مزري في جميع المحافظات ويحتاج إلى نهضة حقيقية لإنقاذ التعليم، وليس شعارات وتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع. أم رهف تقول: أريد أعرف، شكوا حطوا وزارة التربية بس فالحة تأجل الدوام وتنطي قرارات سخيفة وعايفة الخدمات؟ نستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد أبو علي من ديالة. تفضل يا أبو علي، حياك الله. سيد أبو علي من ديالة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز شلونك؟ حياك الله، أهلا وسهلا أبو علي. الله يسلمك أستاذ. عندي تعليق بسيط على مدار المقطع اللي نشرتوه اللي هو الدمار. ما دمار؟ أي اي والله، الله لا يوفق ان شاء الله اللي يدمر اللي يدمر واللي ويسوي الشغلات ان شاء الله. من كاين ما نكون. صحيح. ليش الحكومه ما عمرت هذه المحافظات اللي تم تدميرها بسبب العمليات العسكريه؟ والله استاذ العزيز، يعني هو حسب الحكومه. الحكومه لازم الحكومه تتراعى العالم وتتبارى على المناطق المنكوبه يعني هذا هسه المناطق من المسؤول عليها؟ نعم. من يتحمل مسؤوليتها؟ نعم. ابو علي، اكو نقطه حقيقه الناس تطرحها هوايه، السؤال يقول لك هاي الحشد، هاي الميليشيات والاحزاب اللي دتمن على العراقيين بمشاركتها بهذا القتال، يقولون احنا حررنا محافظاتكم، احنا حررنا اعراضكم، احنا حمينا اعراضكم. نعم. من الارهاب، بدل ما يمنون على العراقيين، والمفروض المقاومه والدفاع عن الوطن ما بيمنيه على احد، تمام، ومثل ما يقولون العراقيين لا منا للحشد على العراق. السؤال ليش بدل ما يشبعون الناس بهذه التصريحات اللي احنا سوينا لكم واحنا حميناكم، ليش ما اشتغلوا؟ مو عندهم جهد هندسي، مو عندهم آليات ومو عندهم مخصصات، ليش ما شالوا الأنقاض ونظفوا هذه المحافظات وبنوا للناس بيوت من الفلوس اللي ياخذوها من الدولة؟ ليش ما سووا هيجي؟ والله استاذ العزيز، انت لا تقصد على شغله الحشد، الحشد يعني على دمار المناطق، يعني الحشد دمرها لو شنو؟ هو شوف ابو علي، العمليات العسكريه اللي صارت، الاطراف اللي شاركت بالعمليات العسكريه سواء كان داعش او الحكومه. نعم. او الحشد او التحالف. نعم. الدولي، كلهم مسؤولين عن الدمار اللي صار بالمحافظات اللي المحافظات. نعم. الغربيه. نعم. تمام. احنا بدنا نسال. نعم. نقول ذولا داعش ارهاب،
وأمريكا ما لها علاقة باللي دا يصير، مجرد تدمير، ما يعني ما تعمر. الحكومة والحشد اللي دا يقولون إحنا حميناكم وإحنا سوينا لكم، ليش ما عمروا هذه المدن؟ ليش ما دا يصرفون عليها؟ ليش ما دا يرجعون الناس لبيوتها؟ والله أستاذ هو المفروض يعني غير المفروض يعني مالك الله يعرفون مالك الله يرجعون العالم لبيوتهم. أكو لازم أكو بنية تحتية يرجعونها يرجعون العالم لبيوتهم. نعم، ليش ما يسوون يسوون هذا الأمر؟ والله يسوون غير يعني ما أعرف يعني شنو الغاية من دنس ما أعرف. أنت برأيك هذه جهات تسعى إلى الحفاظ على كرامة المواطن، توفير حياة كريمة للناس، توفير بيئة آمنة للعالم، تعتقد برأيك الجهات اللي دا تحكم اليوم الحشد والأحزاب والحكومة وغيرها تهتم للمواطن؟ تريد مصلحته؟ والله ماكو اهتمام بالمواطن، المواطن مسحوق راح بالسجن. نعم. المواطن هو الفقير والطايع بيها والمواطنين، المواطن البسيط والفقير. نعم. هو الواقع بيها، والله المسؤولين وغير المسؤولين وكبار الحشد والوزارة هو شامهم بالدمار وشامهم بالفقير، ما لهم غرض، ما يهتمون. يعني تتفق ويا طرح المالكي اللي قال قبل فترة أنه قيادات الحشد صار همهم الاستثمارات والفلوس وجني الأرباح، تتفق ويا هذا الشيء؟ أتفق بهذا الحشد. نعم. شكرا جزيلا سيد أبو علي من ديالى، أشكر حضرتك للمشاركة. ويانا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت أكو فيديو هو طالع عليه المالكي يحكي يتكلم، صوت مسرب هو هذا، يعني يعتب على حشد مع الأسف صار سرقة وصار كذا وكان. ليش انت شنو انت؟ انت مو بايع 50 مليار دولار؟ انت يا مالكي ها؟ انت واحد من يعشق شنو ال 50 مليار؟ شنو ال 50 مليار دولار اللي انباقت بزمن المالكي يا ابو علي؟ هو ليش؟ هو وابنه احمد ها؟ وحتى بناته. ليش يعني انت شنو تعتب على الحرامي؟ ليش انت مو حرامي؟ انت مو بعدين بالنسبه لل انت تفضلت استاذ محمد سالت هذا الاخ سؤال، انت دول يمنون على الناس. نعم. يعني طلعنا داعش، اصلا هي هاي مسرحيه داعش، مسرحيه ايرانيه، مسرحيه الميليشيات والعصابات في الخضراء، هي هاي لا اكثر ولا اقل، على مود يسيطرون على العراق ها، وعلى اجوكم صراحه صار عندي يعني عندي فضول اطرح سؤال وان كان شويه بعيد عن الجوهر الموضوع، لكن طالما يعني طرح هذا الطرح، محمد الشيع السوداني في هاي السنة أعلن انتهاء وجود تنظيم داعش تماما من العراق تماما. يعني العبادي بال 2016 لما أعلن النصر على داعش وانتهاء العمليات العسكرية قالوا لا بعد أكو خلايا نائمة، هاي السنة محمد الشيع السوداني أكد انتهاء العراق تماما من وجود داعش، لا يوجد أي بؤرة أو أي خلية نائمة لداعش اليوم في العراق بحسب محمد الشيع السوداني. عجبا، ليش بعدنا دا نسمع عمليات عسكرية تنفذ هنا وهناك، ينفذها الحشد ضد أوكار الإرهاب أوكار داعش؟ أدري يعني هسه منو الصادق اللي بيكم؟ والله ما حد صادق بيهم، هو حيدر العباد مو أعلن بال 2016 هم قال نظفنا العراق من داعش، وبعدين اجى عادل عبد المهدي هم قال نظفنا العراق من داعش، وهذا السوداني. زين اذا انتم نظفتوا العراق من داعش بعد انتم يا حشد ايش عندكم باقين؟ صحيح. هاي الفتوى الفتوى من صدرت فتوى انا اسميها فتوى المهزله من صدرت ها محاربه داعش. زين انتم يا اهل يجي يقول نظفنا العراق من داعش، ليش ما ترجعون لبيوتكم؟ طيب هو هذا السؤال، هسه هنا وصلنا للنقطة اللي انعرضت بالمقطع الأول. ناحية الصينية بمحافظة صلاح الدين حالها حال كثير من مناطق العراق اللي تعرضت للدمار بسبب عمليات العسكرية. الجانب الأيمن للموصل بعد خراب ودمار، جرف الصخر حال يرثى لها، ناحية يثرب وغيرها من مناطق إلى الآن لا يزال الدمار وآثار الدمار موجود فيها، مخلفات الحروب وجثث تحت الأنقاض وقصة طويلة.
هذه السنين السنوات اللي مرت على على العمليات العسكرية من انتهائها ومؤتمر إعادة إعمار العراق اللي صار بالكويت وغيره، ليش إلى الآن مدى نشوف إعمار حقيقي لهذه المحافظات؟ هسا أنتم مو عراقيين تقولون وده نحمي الأرض والعرض، ليش مدى لا هم يقولون ليش مدى يبنون العد؟ مو عراقي مو عراقي دولة عجم بجوز عملاء خونة جايين بس لبوق العراق ونهب العراق، دولة مو عراقيين عمي مو عراقيين، براء منهم العراق وبراء منهم أحرار العراق وشرفاء العراق. احنا نسأل نقول انتم عراقيين يا الحشد يا الاحزاب يا الميليشيات، انتم عراقيين وقت الدمار فقط؟ ليش ما تصيرون عراقيين وقت الاعمار؟ ليش ما نشوف عراقيتكم تتحول الى انجازات على ارض الواقع عن طريق بنيه تحتيه ومشاريع خدميه واعاده اعمار وانقاذ الناس وتوفير حياه كريمه؟ يعني شعاراتكم مخزون الشعارات هذا اللي تطلعوه للعالم في كل فتره، يعني فقط أوقات التخريب والدمار؟ يعني عراقياتكم ما تظهر إلا بالانتخابات وهي الشعارات أو إلا بالعمليات العسكرية والدمار؟ ليش ما نشوفها بالإعمار؟ هذا محمد دولة ما جايين يعمرون عمي، دولة جايين يخربون، جايين يبوقون ينهبون، أعمال خيانة لإيران. إذا طلعون دولة المرتزقة ها راح يطلعون ينتخبوهم، عمي لا تنتخبوهم خافوا الله. جبتكم 10,000 50,000 قاطع الانتخابات خافوا الله يا ناس يا عالم خافوا الله، دول 20 سنة بوق ونهب وقتل وماكو شيء ما سووه. شكرا أبو علي من لندن، أشكر حضرتك وصلت الفكرة. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أعقب على شغلة مال المدارس وغير المدارس. نعم زين، هو وين هاي ال 400 مدرسه اللي استلموها ودخلت الخدمه وكذا وينها؟ ثاني هم البلد يقول لك يحتاج الى حوالي 20,000 مدرسه. نعم وينهن؟ يعني من 20,000 مدرسه بس 400 والله وكيلك يجوز تحولوهن الى مدارس اهليه على مود ينتفعون ماديا. وين مشاريع المدارس الصينية اللي وقع عليها المالكي واللي ورا واللي ورا؟ أبو زينب. نعم. وهاي بالنسبة للمدير مديرة الرصافة شنو يدورها؟ يعني هسه صار حريص وقام يدور بالمدارس. زين سأل أنه رواتبهم لازم يوم 20 بالشهر، واحنا اليوم 26 لحد الان ما مستلمين. وكل بين شهر وشهر يسووها بينا حتى يسرقون اموالنا وياخذوها يروحون يبيعون. السؤال ابو زينب، هل طريقه تقويم الخطا بهاي الشكليه بهذا الشكل اللي شفناه بهذه الاليه، يعني يبدا من مدراء يعني المدارس وبعض المعلمين ينتقدهم على شيء خارج عن قدراتهم وصلاحياتهم وامكانياتهم، على انه ليش الخزنه او الدواليب الموجوده للملابس او الملفات او غيرها ليش بهذه الحاله الرثه؟ ليش الطاوله ما ممسوحه؟ يعني انت تصلح وترقع بهذه الامور لو المفروض انت تعالج الاخطاء الموجوده في المديريه في مديريه التربيه والوزاره وتوفر مخصصات للمدارس حتى يجملوها حتى يرتبوها. يعني هي هذه جزء من التراكمات الخاطئة أو جزء من الأخطاء المتراكمة على مدى 20 سنة. يعني مو بهالشكل تحلل الأمور أو تحلل المشكلات. يعني هذا جزء يسير وبسيط جدا من مشاكل أهم. يعني الزجاج. السلام عليكم. بس لحظة، الخطوط مدارس الخطوط تداخلت. نعم المدارس ما صار لها 10 سنين مبنية. الله وكيلك الكاشي مالته كله مصوت جاي يتخلع. الأجدر بهذا المسؤول مدير دائرة مدير تربية الرصافة انه يركز بطاوله ما ممسوحه، لو يركز بالتعليم اللي طلع من التصنيفات الدوليه اللي الان غير معترف به بالعالم، يا هو الاولى؟ طبعا هذا الثاني الاولى.
وأزيدك شغلة لحد الآن ما وزعوا ولا كتاب جديد لعام 2023-2024 بينما تروح المكتبات الخاصة يبيعون بالكتب المنهجية المدرسية. طيب إذا طيب هاي من جبت الكتب؟ شكرا أبو زينب من النجف. نعم أكتفي حضرتك بهذا القدر. ويانا محمد من أمريكا. ورا محمد أنا سمعت صوت آخر من الموجود. طيب محمد من أمريكا تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سؤالي الأول تدمير المناطق السنية. هم هذا الحكي التابع لإيران. هم صنعت العماية من المزيفة القاعدة بكربلة والنجف. ليس عراقيين. كلهم عجم فارسيين وأفغان وهنود. قسما بالله. هم جايين تدمير السنة. دمروا الحشد. هذا الحشد الإرهابي ليس عراقي. إيراني طفوي. دافعون لجل عيون إيران. هم ذول ديون مال إيران. ذول مستفادين من الخمالي هم وعوائلهم الخونة. قاعدين بالعراق ويأكلون من خيرات العراق. قاعدين هسه يطلع لك واحد زين يبيع الوطنيات براسي. والله العظيم أستاذ محمد قسما بالله يجيهم راح يصيرون أجيف من المناطق اللي هدموهم هم وعوائلهم. والبيوت وين تهدم؟ البيوت اللي هدموا على رؤوس عوائلهم. شكرا محمد من امريكا. اشكر حضرتك للمشاركه. من عندنا اتصال؟ ابو عبد الله من صلاح الدين تفضل. السلام السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد هذا التسجير مال البيوت ماكو مال الناس تسجلت في بيوتها. انا من الذين انا قاعد احكي وياك. نعم. البيوت ابوي اثنين تسجلت للقاع تسجيل للقاع. نعم. انا قاعد اسولف وياك. تروح على التعويضات بيتي سوالة 200 مليون. اي القاضي يعني هذا مو قاضي هذا زين. القاضي يقيم بيت 27 مليون. وين صار هاي يا وقت؟ زين القاضي من من من, من الطبع المحكمة يقول لك تعال احلف بأن داعش فجرها. والقاضي يعرف من فجرها. نعم. زين هذا القاضي الواحد يقتدي به. هذا مو قاضي. نعم. لأن هو يقول لك علماء الدين علماء الدين والقضاة ملح البلد. فكيف اذا الملح فاسد؟ يعني اذا هو الملح فاسد يا حبيبي زين ايش تترجم من هذا البشر؟ يعني بس لحظه ابو ابو عبد الله هاي ال 27 مليون هي المفروض ياخذها المواطن ضرر تعويض ضرر ماشي، لكن اليس من المفترض ان تبني الحكومه بدل سكن لهذا الشخص اللي تدمر بيته او تم تدمير بيته؟ يعني مثال بسيط، الزلزال اللي ضرب تركيا الحكومة رغم أنه هي كارثة طبيعية وخارجة عن إرادة وسلطة الدولة وإمكانياتها وقدراتها وإرادتها، لكن هي مسؤولة وملزمة وبنت بيوت ودا تبني بيوت الآن للناس اللي تشردت بسبب الزلزال، فما بالك بالحكومة اللي هي كان لها الدور في تدمير هذه المنازل؟ أليس من المفترض بها أن هي التي تبني بيوت جديدة ومساكن لائقة للناس؟ شنو 27 مليون؟ يعني بيت 200 مليون سؤال 200 مليون. بغض النظر عن دعش على آلية إنه ليش الحكومة ما تبني بيوت؟ يا حكومة استاذي غير يكون أكو حكومة. أنت أشبه تركيا العراق بتركيا؟ لا أنا ما أشبه العراق بتركيا. أنا دا أطرح مثال على الحالة، حالة حكومة ما لها علاقة بيوت الناس تهدمت وهي هي دا تبني لأن هاي مسؤوليتها، في وقت مقابل أيضا حكومة هي التي دمرت ولا تبني. هذا الوضع اللي دا نتكلم به. هذا الوضع صار بالعراق حبيبي. هم لأن أنت الهجرك منه. نعم. يريدون صوت الحق. نعم. صوت الحق ما يريده. ما يريدون الناس وطنيين. ما يريدون الناس ما في قاطع العراق. هذا العزيز يعني هو جاء الأبية للمناطق هاي الغربية، جاء المناطق الغربية يأتي ناس حاقدة يعني أقول لك يعني أنت الذين أنت معارض. أنا شنو ذنبي؟ صحيح. أنا شنو ذنبي؟ يعني أنت مش تحاسبني على شيء ماكو. أنت جيت تقول النظام السابق طاغية على راسي مع مختلفين جاي وياك. يعني سويته أنت شنو؟ وقت النظام السابق صار هذا الشيء. نعم نعم. شكرا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين. انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر. شكرا جزيلا. طبعا يعني نتمنى انه يشارك ويانا ناس
توجههم وخطهم يسير مع الحكومة وتوجهها الفكري وسياستها ونهجها، أو هذه الأحزاب أو هذه الميليشيات. إلى الآن كل اللي شارك ويانا من الفكر المضاد، من وجهات النظر المختلفة المقابلة للرأي الذي يطرح في القناة أو الذي يطرح على لسان الناس اللي يشاركون ويانا، إلى الآن ما جاء واحد دخل مقنع، صاحب رد يقنع الناس أنه إحنا ليش ندافع على هذه الحكومة، وليش ناخذ جانبها وصفها، وليش حننتخبها بالانتخابات القادمة، ولماذا ندعو إلى استمرارها وبقائها. إلى الآن لا يوجد أحد دخل برد منطقي عقلاني وطرح النقاط التي ترد على كل الناس اللي تتهم هذه الحكومة بالعمالة والخيانة والفساد والإجرام والانتهاكات وغيرها. نسمع حيدر من البصرة، تفضل أبو حيدر. تفضل يا أبو حيدر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متابع والله عن طريق صفة برنامجكم متابعتي. نعم. حياك الله. عندي ثلاث نقاط بدنا نحكيها. تفضل. الأولى يعني إحنا ما نتدا إحنا غير الحكومة ولا ضد الحكومة. إحنا نعرف إن الحكومة فاشلة من 2003. طيب. إنه بنيت على أساس خطأ. بنت على الطائفية والمناطقية بلد. نعم. أي. فهذا شيء حاصل تحصيل وصار يعني، وما منا أي مهرب. ثانيا من يدعو أخوة أشخاص يدعونها مقاطعة الانتخابات. أي. أي والانتخابات أنت شو تغير ها إذا ما تروح وتختار اللي هو الأكثر هو الأفضل. إحنا لا نقول النزيه ولا هو الأفضل الناس، بس الأفضل. الأفضل يلا ماشي، أنا حسمع النقاط وناقشك بيها، تفضل. أي الأفضل هو اللي موجود بالقانون تعرف أنت من منطقتك من محافظتك. طيب. النقطة الثالثة شنو؟ اللي اكو بعض هي الحكومه ما مشكله من فئه من طائفه واحده، لا من الشيعة ولا من الاكراد ولا من خليط صارت فيها ما يمثلها من السنه وفيها ما يمثلها من الشيعة والاكراد. فانت انت في الحكومه لا انت تنتقد حكومه على اساس طائفي. الله يساعدك. بس لحظه يعني شباب سيطرونا على هذا الموضوع رجاء تتداخل الخطوط. أبو حيدر يعني تفضل. الشبية الحكومة حكومة متعددة الطوائف والانتماءات الدينية وغيرها، شنو النقطة؟ بس القانون جاءتنا على بعض الأشخاص يتقدون الحكومة بالليل وطائفية وإيرانية وكذا. آه. تمام نتناقش سريعا. نعم كل اسمح لي. كل الحكومة نعرف أن الحكومة ما لها شيء، حكومة عراقية بس متابعة للسعودية، يعني يمثل الحكومة. طيب. مثل الشعب. طيب. قسم تابع للسعودية، قسم تابع لإيران، قسم تابع لتركيا، قسم تابع لهذه الدول الخليج اللي عم صارت فيها. وينتقد الحشيد بقبله. الحشيد ضحى بجماعة، ضحى بأبنائه في سبيل أخوانه في المناطق الغربية وفي الموسم. طيب. أنا ما أريد بس تتوسع، أريد بس نقطة خلينا نناقش على السريع حتى لا تأخذ وقت غيرك. أولا تفضلت حضرتك في بداية الكلام وقلت هذه الحكومة الحكومات التي تشكلت من 2003 إلى اليوم أثبتت فشل وإخفاق، صح؟ نعم. طيب. هي رادوها. بس لحظة أبو حيدر رجاء، أنا أريد بس نتناقش من أطرح على حضرتك سؤال أحتاج منك إجابة إذا نعم. تكرمت. ذكرت بأنه فكرة مقاطعة الانتخابات هي فكرة خاطئة للي يروجون لهذا الفكر، لأنه شلون تريد تغير إذا أنت ما تروح تشارك بالانتخابات، تمام؟ وتفضلت قلت اختيار الأفضل مو مهم يكون الأصلح للمنصب، لكن على الأقل اللي تعرفه ضمن منطقتك وغيره، تمام الكلام؟ نعم. سؤال بهاي النقطة، من اللي يحكم العراق من 2003 إلى اليوم؟ أليست هي نفس الأحزاب؟ إيه بس على راسي بس أخذ وانطي وياي. أليست هي نفس الأحزاب؟ هل تغير شيء من ناحية الأحزاب المسيطرة على الحكم من 2003 إلى اليوم؟ لا يعني حزب الدعوة لزم رئاسة الوزراء من 2003 إلى اليوم مع اختلافات بسيطة ببعض الشخصيات اللي جتي، بس اسمح لي. تمام. حزب الدعوة وحزب الإسلامي وحزب لا بس عليك يا أبو حيدر بس أنا دريد أسأل حضرتك أسئلة سريعة حتى نطلع منها بإجابات سريعة، تمام؟
حزب الدعوة وبعض الأحزاب، خلينا نسميها هي توصف نفسها بهذا الوصف، حزب الدعوة وبعض الأحزاب الشيعية الأخرى اللي معروفة، تيار الحكمة وغيرها، منظمة بدر مشاركة بالموضوع، أخذوا رئاسة الوزراء من 2003 إلى اليوم، صح الكلام؟ صح، بس مو الامر بيتم. لا بس 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 دم يعني اخذ وانطوا يا اخي ابو حيدر رجاء، يعني لا تجرم. واذا اخذت ما اخذت اكل الجمهوريه. لا 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 انا بس بدي اسالك يا ابن الحلال، بس اسمح لي. لا يعني الوقت ترى دا يمشي. الحزب الدعوه وباقي الاحزاب الشيعيه اللي مسيطره على الحكم اخذت رئاسه الوزراء. الأحزاب السنية الأحزاب السنية الإسلامية اللي هي الحزب الإسلامي ومن لفهم أخذوا رئاسة البرلمان فترة وبعدين راح إلى أطراف سنية أخرى، تمام؟ أنت تقول موالية للسعودية، تركيا، الإمارات، بغض النظر، والأكراد سيطروا على رئاسة الجمهورية. على أي أساس يتم هذا التوزيع؟ يعني ألا يوجد مسيحي صابئي؟ ألا يوجد تركماني؟ ألا يوجد سني؟ ألا يوجد شيعي أصلح بمنصب آخر؟ يعني أصلح بمنصب رئاسة الحكومة أو منصب رئاسة الجمهورية؟ لا، هم فصلوا هيك، هم رادوا الحق السياسي، رادوا هيك. تمام، إذا إحنا نرجع النقطة تقول بأنه أنا ليش أشارك بانتخابات الأحزاب المسيطرة على هذه الانتخابات واللي تفرض لا إله إلا الله. يا أبو حيدر يا أبو حيدر أبو حيدر أبو حيدر حطيك مجال، بس حطيك مجال يا ابن الحلال، مدى تخليني أطرح عليك السؤال بشكل واضح يا أخي. أنا بدي أسأل شلون تريد الناس تشارك بالانتخابات وهي الأحزاب نفسها؟ شنو اللي تغير؟ أنا أكو ناس ما ممكنين الأحزاب. مثل منو؟ مثل منو؟ جهات ما منتمية لها. منو الجهات اللي ما منتمية؟ ما تسمع أنا هواي الجهات، إحنا عندنا كيسار كتب طالعة وقوائم. طيب. ما الأحزاب. مثال راح أسألك سؤال سريع. مقتدى الصدر بالانتخابات اللي فاتت فاز ب 73 مقعد، تمام؟ نعم. مقتدى الصدر بعد ما فاز ب 73 مقعد قالوا هذه انتخابات مزورة، من أمه باقي الأحزاب. نعم. إيش سوت باقي الأحزاب؟ نزلت جماعتها ميليشياتها بالسلاح تهدد بالشوارع، تمام؟ لما تنازل مقتدى الصدر عن الانتخابات رجعت الانتخابات نزيهة وطنية، قال لك هذا استحقاق مو مزورة، بمعنى أنه اليوم أي واحد نزيه وطني مستقل يريد يوقف أمام هذه الميليشيات أمام هذه الأحزاب سيقابل بالرصاص، سيقابل بالتهديد بالقتل. إذا كان مقتدى الصدر اللي عنده جماهيرية وعنده سلاح وعنده ميليشيات ما قدر الذولة، تريد واحد خطية مسكين مستقل يقف بوجه هاي الميليشيات؟ لا هي شفت هالشيء كما يقف فيه الأمور مساعدة وهاي أعداء بالشاشات والشاشات المعزفة والطبعا. طيب إحنا الآن مثل يجي شخص يحتدي على الحشد اللي ضحى في سبيل. تمام، أنا أشكرك أبو حيدر، أخذت لي أنه وقت يعني طويل جدا ويا حضرتك، شكرا جزيلا أبو حيدر. تعليق سريع على موضوع الحشد، حشد قدم تضحيات وما تضحيات، هذا إذا كان هو فعلا نيته وهدفه صادق تجاه الوطن المفروض ما يقول ولا يمن على العالم بهذا الشيء. الجرائم اللي ارتكبها الحشد والانتهاكات لست أنا وليس حتى أهالي هاي المحافظات اللي أكدوها، تؤكدها تقارير دولية جاية من برا، تمام؟ نظرا لشهادات الشهود ونظرا للمقاطع التي تم توثيقها والتي صورت حجم الانتهاكات ونوعيتها وطبيعتها الموجودة في هذه المحافظات، تقارير دولية، الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، منظمة Human Rights Watch، منظمات محلية عربية ودولية أكدت ارتكاب هذه الميليشيات جرائم وانتهاكات ترقى إلى ما ارتكبه داعش وترقى إلى جرائم الحرب. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، نصل إلى الانتخابات واستعراضات الناخبين، تتصاعد التحذيرات من استغلال الأحزاب والجهات السياسية للأماكن العامة والطرق والمساحات الخضراء في عملية نشر الدعاية الانتخابية. تشير المنظمات المعنية بمراقبة الحملات الانتخابية لمجالس المحافظات المقبلة
تشير إلى تورط الأحزاب السياسية بتشويه واجهات الأماكن العامة وتعطيل حياة العراقيين وأعمالهم اليومية نتيجة تثبيت الملصقات الانتخابية الدعائية بشكل عشوائي. طبعا المواطنون اشتكوا من هذه الخروقات التابعة للحملات الدعائية للمرشحين في محافظات عراقية مختلفة، والتي انطلقت منذ أكثر من أسبوعين بعد أن وصل الحال بالمرشحين إلى استغلال حاجة الناس. هذه مرشحة من مدينة الموصل قامت بعملية تصوير للبطاقة الموحدة أو الهوية الشخصية التعريفية للشخص لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل. الهدف من هذه الحركة بحسب مصادر محلية هي عملية مساومة الشباب العاطلين عن العمل عن طريق تصوير هوياتهم في سبيل توفير بعض الوظائف لهم، وأيضا المقابل الذي يجب على الشاب أن يقدمه وهو التصويت لهذه المرشحة. دعونا نشاهد سريعا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تفتقر معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات المرتقبة إلى مشروع سياسي استراتيجي واضح أو إصلاحي طويل الأمد مع غياب البرنامج الانتخابي للأحزاب المترشحة. ويرى مراقبون أن شح البرامج الانتخابية دفع الكتل السياسية إلى استعارة الشعارات الترويجية للانتخابات السابقة التي استخدمتها في الانتخابات السابقة، وذلك بسبب عدم امتلاك هذه الكتل لبرامج انتخابية، وبات استغلال عواطف الناس وحاجتهم بات الشغل الشاغل للكثير من المرشحين، ومنهم من استغل نفوذه في إصدار رواتب الرعاية الاجتماعية لبعض المحتاجين مقابل الحصول على أصواتهم. هذا الأمر تم من قبل أحد عناصر ميليشيا كتائب الإمام علي. لنشاهد. سنين ومنين مواليد انا 65 عمري 60 سنه ما ماخذه من اي حكومه 100,000 الله وانت والسوداني بحق محمد وال بيت محمد يديم علينا ويحفظكم انه ويخليكم. اشكر الاخ ابو ساره الربيعي رحم الله والديه، بعد معاناه سنه ونص رجال قاعد يجار ثلاث جهات الحمد لله والشكر. رجال ابو ساره يدلعك الكيكات والف رحمه على والديه وربي يوفقه ان شاء الله بجاه الزهره. اليوم وفينا بعهدنا ويا اخويا وحبيبي طرب موسى بن جعفر وادينا له الواجب ان شاء الله الصحه والسلامه لكل اخواننا، وان شاء الله نتمنى لهم كل موفقيه. تستاهل. رحم الله والديك. شلونك اليوم؟ والله الحمد لله مرتاح فرحت يتيم. وانا امنون انا لابو ساره هذا حبيب قلبي ابو ساره ما انساه مدى الحمر. تمام. استعرض التعليقات التي وردت مشاهدينا الكرام. ابو علي يقول مع الاسف صار راتب الرعايه انجاز ودعايه انتخابيه للاحزاب الفاسده، يعني ماكو وزاره ولا حكومه تهتم بهذه الشريحه، وهذه المساومات بعلم وزير الرعايه الفاشل اللي ما يحرك ساكن في ظل كسب المواطن من أجل الانتخابات. حيدر يقول خوش لقولهم لقوة يضحكون بيها على الناس الفقراء. علي يقول استغفر الله العظيم هذا ضحك على الناس الفقراء، الله لا يوفقكم دنيا وآخرة. وخالدة تقول ليش همكوا بعد واحد براس عقل ويروح ينتخب. ننتقل إلى الموضوع الأخير مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة وإلى تجاوزات أصحاب النفوذ في الشوارع في العراق. يبدو أن الشوارع في العراق لم تعد بحسب الناشطين في حقوق الإنسان ملكا للجميع، بل أصبحت حكرا على المسؤولين ومواكبهم وعجلاتهم الحديثة من دون أرقام طبعا المظللة أيضا، وتصنف أهمية هذا الموكب والسيارات بحسب تبعيتها للجهة المسؤولة عنها. طبعا انتشرت مواكب الحمايات الشخصية بشكل يبدو وكأنه خرج عن السيطرة، بحيث لم يعد بالإمكان التمييز بسهولة بين سيارات المسؤولين الحكوميين أو أعضاء مجلس النواب أو سياسي الأحزاب أو الميليشيات وغيرها. دعونا نشاهد هذا المقطع. هذا بالطيوي وطيوي قلب الدنيا قلب، هو بيكب تيوتا بلا أرقام ويفتر بمحافظة النجف.
هسه مع احترامي للجهه اللي تابع لها هذا الشخص، اكيد هي الجهه تعرف هذه السيارات لها، يعني هو واحد وحده لا ويا موكب لا ويا مسؤول لا ويا شخص يمشي وي وي وعلى الناس شكو. قولوا يا الله. يلا روح انطلق، عندك تاج راس وسلاح وسلطه وفلوس من يمك، روح طوطو على الناس ذيك الدوريه قدامك، خل نشوف توقفك بالله تسالك تقول لك عمو انت تابع ليا جهه مدري طبعا اليمنى حتى ما يلاقي الدوريه مدري الدوريه غمزت له والله ما ادري. يلا قانون. طيب مشاهدينا استعرض المقاطع التعليقات. تحسين يقول نتيجة طبيعية من يصير خريج السجون مسؤول في الدولة. حسين يقول مع الأسف هذا حال العراق بعد 2003 والسبب معروف، الأحزاب تدخلت بكل شيء حتى تخلي المنتسب والضابط بس ديكور بالشارع. حيدر يقول هذه نتائج حكومة ماكو ولي إلا علي ونريد قائد جعفري. وتعليق لدينا من قاسم يقول أو قسام هسه تلقاه ابن مسؤول ما حد يقدر يحاسبه، وإذا خضع للمحاسبة يلقوا له عذر وفقرة بالقانون تعفيه، بس أويلي على الفقير. نصل الآن مشاهدينا إلى فقرة الهاشتاج. يحاول وزير التعليم العالي التابع لميليشيا العصائب نعيم العبودي عبر استعراضات إعلامية من التغطية على فشله عبر تكريم طلبة متفوقين بهدايا رمزية بعد فضيحة الاعتداء على الخريجين والتنكيل بهم وضربهم أمام بوابات الوزارة للظهور بمظهر راعي العلم في البلد كما يقول المراقبون. ويتهم طلاب الدراسات العليا وزارة التعليم العالي بالاستحواذ على مقاعد الدراسات وتخصيصها لغير مستحقيها ممن ترقنت قيودهم أو فشلوا دراسيا في الأعوام الماضية وبذرائع مختلفة. واسم اليوم هو مقاعدنا حقنا يا وزير. سحر تقول أليس من المعيب التهجم على طلبة الدراسات العليا من أمام وزارة التعليم العالي والوزير لم يحرك ساكنة؟ حوراء تقول يغلقون الدراسات العليا بالجامعات الحكومية ويفتحون بالجامعات الأهلية، الرصانة العلمية والكفاءات والامتحان التنافسي يبتون خطية بالزاوية صايرة إنشائية مدراسات. موسى يقول إن ما يحدث حاليا في خطة قبول الدراسات العليا ما هو إلا سرقة بالمعنى الحرفي، حيث يتم قبول كل طلاب السنين السابقة على حساب طلاب هذه الدفعة. وبراق يقول ما هكذا تورد الإبل يا سيادة الوزير وزير التعليم، طلاب الدراسات العليا يتم الاعتداء عليهم أمام الوزارة وأنت لم تحرك ساكنة. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.